الحقيقة السياسة الصهيونية واضحة جدا، هي سياسة كلها تضليل وتضليل وادعاءات كاذبة طول الوقت، وده يمكن في الداخل الإسرائيلي قبل ما يبقى للعالم. وإسرائيل وهي بتمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، الحقيقة أنه النهاردة الجلسة كانت عبارة عن تنصل من أقوال وزراء داخل الحكومة الإسرائيلية، وأنه ده لا يمثل الحكومة الإسرائيلية. مش عارفة إزاي يعني لما يطلع وزير واثنين وثلاثة يتكلموا عن الإبادة الجماعية، ويتكلموا عن تهجير الفلسطينيين، ويتكلموا عن يعني إنهاء القضية الفلسطينية مثلا، هم شايفين أنه ده لا يمثل دولة إسرائيل. أمال الوزراء دول مين اللي مسؤول عنهم؟ أنا مش عارفة الحقيقة. وشفنا النهاردة أقوال فريق الدفاع اللي فيها زي ما بقول لكم ادعاءات كتيرة جدا. كل الموضوع هنا هم عايزين يبعدوا عن موضوع تهمة الإبادة الجماعية، وابتدوا هنا يروحوا فين بقى، هنرمي التهمة على مين؟ احنا نتكلم عن مصر، وانه كل ما كان يحدث كان بالتنسيق مع مصر. لكن الحقيقة ان الدور المصري في قطاع غزة كان دور واضح من البداية. لما حصلت هدنة كانت برعاية مصرية قطرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. لما كانت العربيات والسواقين واقفين بالأيام هلكوا، شفنا الشباب المصري اللي زي الفل واقف بيوضب المساعدات، بيستقبل مطار العريش كان بيستقبل طيارات من العالم كله علشان نحاول ان احنا نساعد اهالينا في غزة، والعالم كان بينظر لده ويراه. مسؤولين امميين جم على معبر رفح من الجهة المصرية وشافوا قد ايه كان في تعنت من الجانب الاسرائيلي، وتفتيش لكل حاجه بتدخل، ووزراء كتير قالوا ان احنا يعني اربع خمس وزراء مش هندخل اي حاجه ليها علاقه بالطاقه، الميه كان فيها مشاكل، وكانوا يعني بيبقى دايما في تفتيش لاي حاجه داخله وتعنت في ايصال المساعدات، وازمه الطاقه كانت من اكبر الازمات. فالحقيقه الادعاءات دي احنا يعني مش عارفه ممكن يعني كان ايه اتجاهها. الحقيقه ادعاءات واضحه انها ادعاءات كاذبه من اليوم الاول، ادعاءات ملهاش اي علاقه بالواقع اللي الناس شافته، العالم كله شاف، ما هو وسائل الاعلام العالميه كلها كانت موجوده على معبر رفح من الجانب المصري وشايفه قد ايه في مساعدات المفروض توصل جوه القطاع، ما بتوصلش ليه؟ عشان الجانب الاسرائيلي متعند. مصر متمثله في رئيس الجمهوريه، في وزاره الخارجيه طول الوقت كانت بتناشد الولايات المتحده انه يبقى في تدخل لايصال المساعدات. الحقيقه انه النهارده كان في بيان هام من الهيئه العامه للاستعلامات بتنفي فيه هذه المزاعم الاسرائيليه امام محكمه العدل الدوليه، وطلع الاستاذ ضياء رشوان رئيس الهيئه العامه للاستعلامات قال بصوره قاطعه انه هذه المزاعم والاكاذيب اللي بيقولها فريق الدفاع الاسرائيلي قدام محكمه العدل الدوليه، وانه مصر مسؤوله عن منع دخول المساعدات لقطاع غزه من الجانب المصري، اكيد هذه ادعاءات كاذبه وفي نقاط عده الحقيقه فندها هو علشان يبرهن للعالم هذا. لكن الحقيقه انه ده كان على مرأة ومسمع من الصحافه العالميه، من المسؤولين العالميين اللي كانوا موجودين على معبر رفح. يعني يمكن زي ما كنت بقول لحضراتكم، لما كان في حديث عن الهدنه كان الحديث بتنسيق من الجانب المصري، حجم المساعدات اللي مصر عايزه تدخلها كان واضح من الاول، لكن تعنت الجانب الاسرائيلي في تحديد حجم المساعدات، نوع الحاجات اللي تدخل، الكلام ده العالم كله شافه، لانه مما لا شك فيه في سيطره لسلطه الاحتلال على المعبر من الناحيه الثانيه، معبر رفح من الجانب الثاني. الدوله المصريه اكدت مرات عده، وده اللي النهارده بيقوله استاذ ضياء رشوان في بيان الهيئه العامه للاستعلامات، المعبر لم يغلق ابدا، ولكن كان في اعمال اصلاح وكنا بنشوف ده. ما هي الصوره، ما يعني احنا بعيدا عن اي تصريحات لمسؤولين، الصوره خير دليل. ضرب من سلطه الاحتلال الاسرائيلي للجانب لهذا الجانب من المعبر، فكان بيعطل عمل المعبر. خلينا نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل مع دكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وكيف ترى هذه الادعاءات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية تجاه مصر؟ والدولة المصرية الحقيقة موقفها واضح منذ اليوم الأول لهذا العدوان كمؤسسات وكرئيس الجمهورية وكشعب في مساندة أهالينا
في غزة ويعني بذل كل ما يمكن بذله لإيقاف هذه الحرب ضد أهالينا في قطاع غزة ولإغاثة أهالينا في قطاع غزة. دكتور محمد حضرتك سامعني؟ مساء الخير. طيب نتحدث مع حضراتكم. دكتور محمد حضرتك سامعني؟ نعم تفضل. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أولا في الحقيقة طبعا يعني منذ أن بدأت الأزمة ومنذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يعني كان هناك سردية أو رواية إسرائيلية تضمنت يعني مغالطات كبيرة وتضمنت يعني أكاذيب واضحة. هذه المغالطات يعني اتضحت مع الوقت حتى من داخل إسرائيل، يعني من داخل إسرائيل ظهرت أصوات يعني تنفي بعض أو يعني عناصر أساسية مما جاء في هذه الرواية الإسرائيلية. في هذه واحدة من أهم ملامح الرواية والخطاب الإسرائيلي والسردية الإسرائيلية فيما يتعلق بكل ما جرى من 7 أكتوبر وحتى الآن. لكن بالإضافة إلى ذلك يعني الجانب الإسرائيلي يعني للأسف الشديد انتقل إلى أو ما زال يصر على الكثير من المغالطات التي تجاوزها العالم والتي تجاوزها حتى الإعلام الدولي. حتى الإعلام الدولي كان يتضمن بعض المغالطات يعني في الأسابيع الأولى من الأزمة ومن بدء العدوان، لكن الآن حتى الإعلام الغربي نفسه بدأ يقدم صورة أكثر موضوعية عما يحدث. ما حدث اليوم من الممثل إسرائيل داخل المحكمة الجنائية الدولية أعتقد أنه هو امتداد لنفس المغالطات الإسرائيلية، لكن هذه المغالطات هذه المرة في الحقيقة يعني في رأيي لا تحتاج إلى جهد وإلى عناء مصري للرد عليها. الرد هو يأتي من المجتمع الدولي ومن شهادات دولية ومؤسسات دولية بل من داخل إسرائيل نفسها. وزير الدفاع يعني في بداية الأزمة تحدث عن أنه سوف يتم فرض حصار كامل ومطبق على قطاع غزة، قال صراحة لا غذاء ولا ماء ولا دواء لإجبارهم على التهجير. فبالتالي الجانب الإسرائيلي نفسه كان يتحدث عن رفض دخول المساعدات الإنسانية. بعد ذلك يعني المجتمع الدولي نفسه بما فيها السكرتير العام للأمم المتحدة قد قام بجهد كبير صحيح حتى يتم الوصول إلى النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، وكان هذا هو المطلب المصري منذ اليوم الأول. قام بجهد كبير، قام بتنظيم بعقد مؤتمر دولي أمام معبر رفح، ولو كان هناك تقصير من جانب مصر في مسألة إدخال المساعدات الإنسانية لكان الأمين العام تحدث عنه المجتمع الدولي صحيح تحدث وطالب الجانب المصري أو طالب الدولة المصرية بإدخال المساعدات. بالعكس تماما يا دكتور محمد، يمكن كل المطالبات للجانب الإسرائيلي لطالما أشاد المجتمع الدولي بالدور المصري في هذه الحرب منذ اليوم الأول. بالضبط، الشاحنات التي كانت تقف بالأيام أمام معبر رفح في انتظار دخولها إلى داخل قطاع غزة، هل كان هذا بسبب تعنت أو كان هذا كان يعبر بشكل صريح عن أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها كانت ترغب في إغاثة هذا الشعب صحيح لإدخال هذه المساعدات. الأمر الآخر داخل مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة نفسه قام أكثر من مرة بمحاولة توظيف مواد محددة من ميثاق الأمم المتحدة لضمان دخول المساعدات الإنسانية. منظمة الصحة العالمية يا دكتور محمد يمكن حاولت يعني مرات كثيرة في إدخال مواد طبية وفشلت. بالضبط، فبالتالي هنا ما أريد أن أقوله أنه الرد على هذا الادعاء الإسرائيلي في الحقيقة يعني يأتي بشكل صريح من الممارسات الإسرائيلية نفسها، سواء تصريحات من جانب مسؤولين إسرائيليين أو ضرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني. أكثر من مرة تم ضرب معبر رفح 4 مرات، هذا كان يعبر عن نية واضحة من الجانب الإسرائيلي لتعطيل عمل المعبر من الجانب الفلسطيني. فبالتالي نحن إذا يعني مغالطات كبيرة، وأعتقد أن هذا ما حدث اليوم من جانب ممثل الجانب الإسرائيلي داخل المحكمة هو راجع إلى أنه إسرائيل بالفعل في معضلة أو في مأزق كبير.
في مأزق سياسي وفي مأزق قانوني وأخلاقي أمام المجتمع الدولي، وبالتالي في مثل هذه الحالات من الطبيعي أن يتم يعني التوجيه أو يعني إلقاء التهم على أطراف أخرى، وبالتالي لم يجد يعني أو كان توجيه هذا الاتهام إلى مصر بأنها يعني تعطلت معبر رفح، أعتقد أن هذا يعني تعبير واضح عن الانكشاف الأخلاقي والسياسي والقانوني للجانب الإسرائيلي، وهذا ما عبر عنه يعني سلوك ممثل الجانب الإسرائيلي داخل المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، هل كانت مصر في حاجة إلى جهد دبلوماسي وسياسي كبير لاستصدار قرار من مجلس الأمن يفرض أو يطالب الجانب الإسرائيلي بنفاذ أو تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل قطاع غزة؟ إذا كانت مصر هي المسؤولة عن ذلك، فهل كان من المنطقي أن تذهب مصر إلى مجلس الأمن بالتعاون مع الأشقاء العرب لاستصدار هذا القرار؟ أعتقد أنه الكثير من أو هذه المغالطات الإسرائيلية يعني الكثير من الشواهد تؤكدها، حتى المجتمع الدولي نفسه. صحيح. الصحف العالمية اليوم، الرئيس الأمريكي، وزير الخارجية الأمريكي، كل هؤلاء كانوا يتحدثون عن ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية أو نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى داخل قطاع غزة. إذا كانت مصر قد قصرت في هذه المسألة، صحيح، هل كان من المنطقي أن تصدر هذه مطالبات واضحة وصريحة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، الحليف الرئيسي للجانب الإسرائيلي؟ لكن هذا لم يحدث، فبالتالي نحن إزاء مغالطة يعني كبيرة من الجانب الإسرائيلي، وهي جزء أو في رأيي هي جزء من المغالطات المعتاد عليها من جانب إسرائيل منذ ليس من بدء هذه الأزمة، لكن هذه مسألة أو واحدة من السمات التاريخية التي يعني أو أحد يعني التكتيكات الدائمة في الحركة الإسرائيلية. صحيح. ويمكن بهذه الادعاءات الكاذبة يعني تدافع إسرائيل عن نفسها أمام ما يطرح من قبل محكمة العدل الدولية والدعوة الجنوب أفريقية باتهام إسرائيل بإبادة الشعب الفلسطيني وجرائم الإبادة الجماعية. يمكن تحدثت الصحف العالمية دكتور محمد عن كيفية أن تدافع إسرائيل عن نفسها أمام كل هذه الأدلة بالصوت والصورة مع يعني تهمة الإبادة الجماعية. يعني فيما يتعلق بهذه المسألة، يعني إذا عدنا إلى معاهدة جنيف يعني وما جاء فيها من يعني جرائم حرب أو جرائم إبادة جماعية أو التجويع الجماعي إلى آخره من الجرائم المنصوص عليها في معاهدة جنيف وفي القانون الدولي الإنساني بشكل عام، سنجد يعني أركان كل هذه الجرائم بشواهدها بشكل متكامل، ويعني أساتذة القانون يعني تحدثوا في مثل هذه الأمور بالتفصيل. كل الجرائم المنصوص عليها في معاهدة جنيف تجد شواهد قانونية مسجلة وموثقة داخل قطاع غزة منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي. وأعتقد أنه لو لم تكن هناك مثل هذه الشواهد والإثباتات القانونية الموثقة لما قامت جنوب أفريقيا ولما نجحت في يعني بناء هذه الدعوة الموثقة، ولما يعني وجدت لها فرصة للعرض أمام المحكمة الجنائية الدولية. أعتقد أنه إسرائيل مرة أخرى في مأزق شديد، في مأزق سياسي وأخلاقي وقانوني كبير. وحتى لو افترضنا أنه المحكمة الجنائية الدولية لم تصل إلى يعني إدانة أو لم تصل إلى يعني النتيجة مرضية، لكن على الأقل فنحن إذا أو جزء في يعني من معركة ضخمة مع الجانب الإسرائيلي ومع الرواية الإسرائيلية ومع كل الجرائم التي مارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة. المعركة مع الجانب الإسرائيلي ليست فقط معركة ذات أبعاد عسكرية، لكن هي الجانب الإسرائيلي لم يتعرض لهذا المأزق منذ يعني تأسست إسرائيل، وحتى الآن لم تشهد أو لم تواجه هذا المأزق الكبير. نحن إذا سابقة كبيرة فيما يتعلق بما يجري الآن داخل المحكمة الجنائية الدولية. حتى الرأي العام العالمي تحول بشكل كبير يعني خلال أو يعني بعد مرور بضعة أسابيع قليلة من بدء العدوان.
لاحظنا خلال الأيام الأخيرة أيضا كيف الرئيس الأمريكي نفسه بات يواجه مشكلة داخل المجتمع الأمريكي وداخل الرأي العام الأمريكي بسبب يعني استمرار هذا العدوان. كل هذا يشير إلى أنه إسرائيل بدأت تواجه بالفعل مأزق كبير في مواجهة المؤسسات الدولية، في مواجهة الرأي العام العالمي، حتى الإعلام الغربي نفسه يعني اضطر في إزاء المشاهد التي يراها العالم ويتابعها يعني على شاشات التلفزيونات، يعني اضطر إلى تبني صورة أكثر موضوعية عما كان عليه الوضع في الأسابيع الأولى من بدء العدوان. أعتقد أنه هذا الوضع أو المأزق الذي تواجهه إسرائيل يعني سيزيد درجة التوتر لدى صانع القرار الإسرائيلي، وبالتالي نتوقع أن تزداد المغالطات وتزداد يعني هذه الروايات المحرفة والروايات المغلوطة خلال الفترة المقبلة. صحيح، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية.